أهلا ومرحبا، معكم أخوكم سامي فرج من قناة سامي اف. اليوم راح أعرض لكم بيانو ستيج كيبورد للياماها. نزلوا موديلين، واحد 61 مفتاح والثاني 88 مفتاح، بس هم نفس الأصوات ونفس الشغلات، بس اللهم تختلف اللي هي المفاتيح. 88 مفتاح و61 مفتاح، ولكن المفاجأة ان الياماها اول مرة تعمل ستيج بيانو كيبوردز بسماعات داخلية. يعني العاد اللي قبل ينزلن هذيل يشوفونهم كانوا كله لازم تحط لهم ميكسر وتحط لهم سماعات خارجية، لكن هذا الموديل السي كي الجديد سماعات داخلية منه وفيه. فنشوف معاكم الحين ال61 مفتاح ونفس ال88، انا بس بشرح ال61 مفتاح. تبغون تشوفون طبعا هذه اللي هي الكنوبزات والزراير، شوفون هاي اللي هني كل التحكم في الشاشة. هني عندكم هاي الأصوات، شوفوا البيانو والإي بيانو والأورغن، هاي كلها أصوات. طبعا في شغلات يقدر الواحد منكم يرجع لليوتيوب او يرجع للموقع الياماها ويقرأ تفاصيل اكثر عن الميموري وعن تسجيل الاشياء اللي هو رايد انها. وطبعا هني هاي الاشياء الثانية الفاريشن، هاي كلها هذا حق الاورجن، تحكم الاورجن. وعندكم هني اللي هي الرول البيتش بيتش والمودوليشن، هذا 61 مفتاح طبعا موجود فيه اللي هي الكونكشات الخارجية اللي هي التوصيلات، هاي كلها التوصيلات اللي موجودة فيه، هاي كلها التوصيلات. طبعا في ديفايس وفي فلاش ميموري. هذا شكلهم، هذا من بعيد شكله، هذا 61 مفتاح طبعا جميل جدا ومفاتيحه جميلة جدا، واللمس هذا الـ 88 اللي 61 مفتاح. طبعا هذا الشكل من الخلف عشان اراويكم السماعات الداخليه. شوفوا هاي السماعات، سماعه ليفت وسماعه رايت، يعني ما تحتاج انك انت تجيب ميكسر ولا تحتاج انك انت تجيب سماعات خارجيه، هو منه وفيه وصوتهم وايد حلوه. يعني جميلة منه وفيها، شكرا. طبعا تلاحظون تقدرون تحطون 3 أصوات مع بعض، اون اوف اون، يعني تقدر تدمج 3 أصوات مع بعض في لحظة واحدة. الحين شوف 2 بيانو، 3 أصوات مع بعض. طبعا مثل ما قلت لكم الامكانيات تقدرون تقرون عنه في الانترنت في موقع الياماها، تقرون اكثر معلومات. طبعا هذا السي كي 61 قيمته 4700، والسي كي 88 اللي هو 88 كيز قيمته 7260 درهم، ومع ان شاء الله معلومة جديدة.